السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله اليوم بدنا نبدأ بـ 7.2 اللي هو موضوع trigonometric integrals. تمام، هذا الموضوع إيش بحكي؟ اللي بحكي لما يكون أنا عندي الساين كوساين لوحدها، تان وسيكنت. إحنا تعلمنا اليو سبستيوشن، حكينا في شيء محصور ومشتقته موجودة، تعلمنا الباي بارتس، حكينا فانكشنين مضروبين ببعض ما بينهم علاقة، تمام، احدهم سهل الاشتقاق الثاني التكامل. الان تريجونومتريك انتجرالز هذا 7.2 كله عباره فقط عن ساين وكوساين، ما حتشوف لا اكس ولا اي ولا تا ولا لين ولا واحد على اكس ولا شيء ولا جذور ولا اي شيء من هاي الاشياء، فقط ساين وكوساين او تان وسيكنت. تمام، في عندي هون انا قسمتهم لاربع حالات. الحاله الاولى والثانية بيعتمدوا على مين؟ على الساين والكوساين. الثالثة والرابعة بيعتمدوا على التان والسيكنت. تعال نشوف الآن شو مبدأ كل حالة. الحالة الأولى بحكي لي إذا في على الأقل at least m or n odd، إيش يعني؟ على الأقل أحد الأسس فردي، يعني أس الساين ممكن يكون فردي أو أس الكوساين يكون فردي. شو يعني فردي؟ يعني 1 3 5 7 9. إذا كان في أحدهم على الأقل، ممكن يكون كلاهما فردي، يعني هذا 3 وهذا 5، وقتها بشتغل على الفرد الأقل. تمام، إذا هنا في حالة، خلينا أكتبها هاي هون، في حالة كلاهما فردي أشتغل على الأقل. ممتاز. الآن تعال نشوف إيش كيف بدنا نشتغل هون. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، بنبدأ أول إشي بإني لازم أكسر. إذا كان مثلا نفرض إنه كان ساين أس 3 إكس، لازم أكسره. شو أعمله؟ بروح أعمله ساين تربيع الإكس وساين أس 1 إكس. ممتاز، بجزئه. إن كان مثلا كوساين أس 5 إكس، طبعا انا بحكي لكم الفردي اي حدا منهم ممكن يكون فردي سواء الكوساين ولا الساين، شو بعمل؟ بخلي كوساين اس 1 اكس الباقي اللي هو كوساين اس 4 اكس، صحيح، بس الكوساين اس 4 اكس بخليه 2 للكل اس 2. ليش؟ لاني انا بالنهايه بدي التربيع يكون موجود وبدي اس 1 يكون موجود. هلا الخمسه بعمله 2 اس 2 1. طب مثلا اعطاني ايش؟ كوساين اس 7 اكس، شو بسوي؟ بروح بعمله كوساين تربيع الاكس الكل تكعيب. ليش؟ لانه 2 ضرب 3 6، وهلا بضل ايش؟ 1 اللي هو ضرب كوساين الاكس. ممتاز، اذا عمليه التجزئه، اذا هاي خطوه اولى، اذا اجزئ الاسس، طبعا الاس الفردي، اجزئ الاس الفردي فقط، زوجي ما بصيبه. تمام، اذا كانوا كلاهما فردي حكينا بشتغل على الفردي الاقل اللي اسه اقل، مثلا اجاني 3 و 5 بنفس الوقت ساين ضرب كوساين، بروح بشتغل على الساين فقط، ما بصيب الكوساين. تمام، نفس الشيء بالنسبه لايش؟ بالنسبه للطريقه الثالثه والرابعه، هاي خليها على جنب. الثالثه والرابعه نفس المبدا. هنا انا بدي التان يكون فردي، ففي هاي الحاله لما يكون التان فردي ايش اللي بسويه؟ بسحب هنا، بسحب تان اس 1 وسيكنت اس 1. تمام، والباقي تعال نشوف كيف بنكتبه. فاذا لنفرض، هاي لنفرض اكزامبل، كان عندي تان أس 3 إكس سيكنت أس 5 إكس. هلا أنتوا إذا ملاحظين شو شرط هاي الطريقة؟ هون كان على الأقل أحدهم أد، تمام، على الأقل أحدهم فردي. هون لا، بس بهمني أس التان إذا كان فردي، هاي بحالة 3. بحالة 4 بس بهمني أس السيكنت يكون زوجي. تمام، وحنشوف بعض الحالات ممكن نحلوا على هاي الطريقة وهاي الطريقة، وبعض الحالات لا بنحل لا على هاي ولا على هاي. ف هنا انا عندي ايش؟ التان فردي، وفعليا هي التان اس فردي بغض النظر عن السيكنت، ما طلعت انا على السيكنت.
فلما اطلعت على التان فردي، إذا كيس 3 بس بتطلع على مين؟ على التان إذا هو فردي. كيس 4 فقط بتطلع على إيش؟ أنا هيني حاطها بالأخضر حتى، بتطلع أس السيكند إنه زوجي، هون فقط بتطلع أس التان إنه فردي، هون على الأقل أحد الأسس يكون فردي، هون كلا الأسس يكون زوجي، تمام؟ هاي اللي بالأخضر معناها هي الإشي المهم اللي بتطلع عليه. فهون إذا التان فردي زي ما حكينا أسحب سيكنت أس واحد وتان أس واحد، فشو بصير عندي؟ إذا سحبت تان أس واحد وسيكنت أس واحد خليتهم بالآخر، شو بضل من هاي؟ التان الأس ثلاثة شو بضل؟ تان أس اثنين. والسيكنت أس خمسة شو بضل منه؟ سيكنت أس أربعة. طيب ماشي، another example. تخيل إنه أنا إيش عندي؟ الآن تان أس خمسة إكس سيكنت أس مثلا ستة إكس، تمام؟ في هاي الحالة لاحظوا التان فردي، إذا بقدر أطبق أي طريقة كيس 3، ونفس الوقت السيكنت زوجي بقدر أطبق كيس 4، لأنه كيس 4 بس بتعتمد على السيكنت بغض النظر شو كان التان. لكن إحنا خلينا هلأ نحلها على إيش؟ إذا هذه المسألة بتنحل بالطريقتين هون وهون. فإذا بنحلها على التان إنه فردي، أس خمسة شو بسوي فيه؟ حكينا أول شي بسحب تان واحدة وسيكنت واحدة، صحيح؟ الآن شو بضل؟ تان أس أربعة. لكن طالما أنا شغال على التان، تمام؟ طالما أنا شغال على التان بخلي التان بدل أس أربعة شو بعمله؟ اثنين الكل أس اثنين. السيكنت أنا مش شغال عليه، فبس إيش بحط الباقي منه اللي هو سيكنت أس كم؟ خمسة إكس. شفتوا كيف يا جماعة؟ إذا دائما بكيس 3 أنا شغال على التان، إذا كانت تان أس 3 بعملها بس أس 2 لأني أنا محتاج يكون أس 2 وبطلع واحدة تان واحدة سيكنت. لكن هون ضل تان أس 4 بعملها 2 أس 2 لأني أنا شغال على التان. طب ليش ما عملتها أنا هون مثلا السيكنت هي أس 4، ليش ما عملتها 2 أس 2؟ لأني شغال على التان، أنا فقط بطلع على التان بهاي الكيس، تمام؟ تعال نشوف بهاي الكيس. بهاي الكيس أسحب شو؟ أسحب سيكنت تربيع الإكس، تمام؟ بهاي الكيس أنا هون خليني أكتب لكم شو بسحب. بهاي الكيس أسحب ساين أس واحد إكس أو كوساين أس واحد إكس حسب إيش اللي عندي. شفتوا هون شو بسحب؟ كل واحدة بسحب فيها شيء معين. هون بدي أسحب سيكنت تربيع، فتعال ناخد نفس المثال اللي حطيناه قبل شوي اللي هو هذا تان أس خمسة سيكنت أس ستة. أول إشي خليه أس أربعة، هاي إكزامبل أول تان أس خمسة لكن سيكنت إيش؟ أس أربعة. الآن شفت إنه السيكنت شو أسه؟ زوجي. ما اطلعت على التان، لو اطلعت على التان كان حليته على كيس 3. طلعت على السيكنت، سيكنت أسه زوجي بدي أحله على كيس 4، بسحب سيكنت تربيع. فلما تسحب سيكنت تربيع شو بضل؟ بتصير هون سحبت سيكنت تربيع الإكس، فشو يبقى هون؟ يبقى إذا سحب تربيع بضل تربيع، إذا هون بكتبه تربيع. الآن لو أخذنا إكزامبل آخر كان عندي نفس الشيء تان 5 اكس لكن سيكنت اس ايش 6 اكس. هلا هون سيكنت اس 6 بدي برضو اسحب ايش سيكنت زوجي، بدي اسحب سيكنت اس 2، فشو بصير عندي؟ هي سيكنت اس 2 اكس. شو يبقى؟ تان ما صبته انا بنزله زي ما هو، والسيكنت اس 6 بصير اس 4، بس ما بكتب اس 4، شو بكتبه؟ سيكنت تربيع الكل تربيع. ممتاز، هاي كلها ستيب 1 في جميع ايش الخطوات. هنا ما في عملية سحب، لكن بدك كله تحوله، طالما انه كله زوجي كله بدك تحوله على صيغة ايش اللي هو مثلا اذا كان ساين اس اربعة بروح بحوله لايش؟ لساين تربيع الاكس الكل تربيع. اذا كان عندي ساين اس اربعة اكس كوساين اس اربعة اكس برفع الاسس بجانب بعض،
تصير ساين الاكس كوساين الاكس الكل اس 4. هاي اذا تماثل، يعني اذا تماثل الاسس بخليها الكل اس 4. تمام، اذا هذه كلها الطريقه الاولى بجميع ايش الطرق. هلا تعال نشوف ايش ستيب 2 في جميعها. هذا الجدول مهم جدا، انا بعتبره تلخيص لكل شيء لكل الدرس هذا. تمام، لانه درس شوي ممكن اذا ما رتبت معلوماتك تتخربط. الان بنروح على ستيب 2 في جميعهم. ستيب 2 في جميعهم بدكم تكونوا حافظين معادلات بري كالكولس. شو معادلات بري كالكولس؟ هنا طالما انا ابقيت ايش ساين تربيع او كوساين تربيع، بتروح بتبدل لي، لما يكون في عندك ساين تربيع بتبدل لي اياه بواحد ناقص كوساين تربيع، لكن اذا كان عندك كوساين تربيع الاكس بتبدل لي اياه بواحد ماينس ساين تربيع الاكس. هون انا لاني خليت تان تربيع بتروح بتبدل لي التان تربيع في ايش سيكن تربيع الاكس ناقص واحد. هون لانك خليت مين سيكن تربيع بتبدل لي السيكن تربيع بمين بتان تربيع الاكس زائد واحد. لكن هون لاحظوا، يا اما بخلي ساين تربيع صح، حتى هون يعني خليني اضيف الحل الاخير، مثلا تخيلوا عندي كوساين 6 اكس، شو بروح بعملها كوساين تربيع الاكس الكل اس 3. ممتاز. فبغض النظر دائما وابدا بهاي الحاله يا بضل ساين تربيع يا كوساين تربيع يا ساين ضرب كوساين. فاذا في ثلاث قواعد حيكون عندي هون، الساين تربيع بتبدلوا لي اياها ب نص في واحد ناقص كوساين 2x، كوساين تربيع بتبدلوها ب نص في واحد زائد كوساين 2x، واخر اشي طبعا كله كوساين، وساين x كوساين x بتبدلوها بنص في ساين x كوساين x. ممتاز، هاي بالنسبة لإيش؟ نكمل هذا الخط step 2. الآن نروح على step إيش 3. step 3 يا جماعة مجرد ما استبدلت، تمام هنا هلا الآن تبسيط. إذا هنا استبدل، هون استبدل، استبدل بالقاعدة. تمام، طيب عندي هون ستيب 3 بدي ايش بسط. شو يعني؟ خلي لي قوس فقط، تمام، قوس واحد، والساين الكوساين اللي انا تركتها برا او الساين اللي تركتها برا تضلها هي لحالها جنب دي اكس. تمام، هذا القوس حيكون كله عبارة عن ساينات. هلا اذا انا تركت ساين لوحدها برا فهذا القوس حيكون عبارة عن شو كله؟ كوساينات. يعني جمع لي كل الكوساين الساينات بقوس واحد وخلي الكوساين تركتها لوحدها برا. هون نفس الشيء بدك تجمع ايش، الخط شوي اعوج مش عاجبني، الان نجمع ايش جميع ال الساينات. تمام، ب هون هلا التان احنا عندنا، فعندي انا هون ايش تركت تان سيكنت، فبتخلي لي التان السيكنت اللي حطيتها لوحدها. وكل المسألة طالما أنا بدلت كل تان تربيع بمين بسيكنت تربيع ناقص واحد، حتصير كل مسألة عبارة عن سيكنت. فهنا بس بدي يكون في سيكنت، تمام، بالانتجريشن. هون طبعا دي اكس، هنا حيكون ايش لا تانز، وهنا ايش بضل السيكنت تربيع الاكس دي اكس لوحدها برا. ممتاز، هنا ما حضطر اسوي اي اشي. هنا كل مرة ينتج عندي تربيع أرجع أطبق القوانين، هناخد مثال على كل حالة من هذول الحالات، ممكن ناخد أكثر من مثال. آخر ستيب وهي ستيب الأخير بدنا نعمل إيش اللي هو سبستيوشن. هلا ستيب 4 بكل وحدة
الفاينل ستيب النهائية حتكون ايش؟ اعمل يو سبستيتيوشن لكل وحدة. هون اليو شو حسميها؟ يا اما اذا كان المحصور، هلا هون اذا كان محصور ساين فبسمي اليو ايش؟ ساين الاكس، فبالتالي بتطلع دي يو ايش بتساوي؟ كوساين الاكس دي اكس. او اذا كان المحصور كوساين فبتصير دي يو ايش سالب ساين الاكس دي اكس، يو سبستيتيوشن. اذا بهاي الطرق كلها بدك تسوي ايش؟ يو سبستيتيوشن في جميعها. هون نفس الشيء، اليو ايش حسميه المحصول اللي هو السيكنت، فبالتالي دي يو ايش بتساوي؟ سيكنت تان. شفتوا ليش تركت انا هاي الكوساين لوحدها؟ لان لما اسمي اليو ساين حيطلع الديريفيتيف فيها كوساين، لما اسمي اليو سيكنت حيطلع الديريفيتيف فيها ايش؟ سيكنت تان. لما اسمي اليو تان هنا ايش حيطلع عندي؟ دي ايش حيطلع؟ سيكنت تربيع الاكس دي اكس. ممتاز. اذا يو سبستيوشن في جميعهم عدا هاي ما بسوي فيها يو سبستيوشن، هاي وكامل مباشره ما بتحتاج ابدا ايش؟ يو سبستيوشن. بس تذكروا انه ساين الاي اكس شو الانتجريشن؟ لما يكون في عدد داخل الاي، نيجاتيف كوساين الاي اكس على اي. في حالة الانتجريشن اذا كان في عدد داخل الساين بقسم عليه. ممتاز. هيك حيكون نهاية ايش؟ درسنا لهذا اليوم. هذا جدول مهم جدا، هذا الجدول فيه جميع الخطوات. طبعا بضل كيس اخير اللي هي كيس 5، حنحكي فيها ذيك الوحدة لانا ما بتشبه اي من هذول الكيسز. ممتاز. هذا موضوعنا لليوم. ان شاء الله المرة القادمة راح نحط أسئلة على هذا الموضوع، تمام؟ نحل على كل من هاي الطرق سؤال أو سؤالين، وبالنهاية راح أعطيكم كيس 5. الله يعطيكم العافية. اعملوا لايك للفيديو، شاركوه مع الأصدقاء، ويعني خلينا إيش إن شاء الله ننشر هاي المعلومات مع بعض. يلا الله معكم.